أخطأ بتراثنا، وإن كنا نتمتع بحياته التي أسأل الله أن يطيلها. وأعرف والده، هو زهرة من زهرات والده، نفحة من نفحات والده. كان رجلا ربانيا، جمع بين الفن والعلم والأدب. نعم، المشاهات الوصل اللي كنا ناخذها من سعيد أو من أحمد المنصور. أول ما تعلمنا في مشعل يا سيد درويش، أعطانا يا سعيد فرحات العذاب المائسات يا سيد درويش، ما إيقاع تبعه إيقاع اسمه صناعي صقيل، كان هيك تقريبا. فتشكلت عندي فكرة أنه يكتب موسيقى، وما عرفت شو هالموسيقى. نصحني هو الرجل، نصحني بموشحين. أنا كنت عم دور على موشحين دينيين، واحد منهم ابتهال، واحد منهم ابتهال ومديح. أخذنا التسجيلين على كاسيت، ورحت قعدت كل الوقت أقول يا ترى اللي لحن هذا الشيء العميق هو نفسه هذاك الرجل المتواضع. هذه اللوحة هي لوحة التكريم، لذلك قرناها هنا يزيد في الخلق ما يشاء. مجمع الفتح الإسلامي، الرواق الشامي، ودار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.